السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباحكم صباحي، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، صباح الرنقون الفنان. هاي الورد أبوي اتصال بنا حمد البيرك بارك الله فيه، وقالنا أبوي هاي الشيرة يسمونها الورد المتسلق يسمونها رنقون. والرنقون الله يحفظكم، انتاجه يعني مرة قوة الانتاج حاليا، هاي تزهيرها شتوي وريحتها خنينة تشدق بالأخص الفجر والمساء. الفجر والمساء ريحتها لازم تفوتخ وتفعي وتغدي قوية. تخبرته وقال لي سبب انه شيرك الرنقون شوية فيها ضعف انها ينقصها شيء اسمه شاي الكومبوست اللي هو ماي السماد، وطريقة تحضير شاي الكومبوست درام اللي عندي يعني كمية مثلي أنا مزرت درامين كل درام منهن حطيت في يونية سماد، السماد العادي تحط فيه السماد العادي وتمزر البالدي ولا السطل اللي يكون تمزره ماء وتترقى يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، من يخمر تصفيه تشل الماء صافي روحه، وتازم تسجيبه الشير اللي عندك اللي هو المزهر بالأخص وردة الكمبوست هذه. قال لي تتخبل وتتقوى إذا أنها تحصل ماي الكمبوست اللي هو ماي السماد، وراوانا طريقته وخمرنا البارح، وإن شاء الله أنا هو قال يعني يوم واحد يسده، أنا بخليه ثلاثة أيام وإن شاء الله ما تسمعون لك الخبر طيب. نحن وإنتو كنا نستفيد من هالمعلومة، وإن شاء الله الأمور طيبة. هي شوف ما شاء الله شيء إنتاج خضري ورق ممتاز جميل رقم واحد والحجم كبير، وشيء ورد يغير للشيارة روحها مبمت عظمة أولا لأنهن في سطول خاري في البلكونة، يغير أنا إن شاء الله بيتعظمن وهن في الأسطول مفروض يتعظمن أكثر. على فكرة حتى فوق السطح أنا حاط زراعة حتى فوق السطح. يلا بنرد بنار مسخلاف. أقول لكم بني أنا نازل من فوق بظهر خاري كاليلسة العادية، يغير طرت علي سالفة البارحة ريال مطرش لي بيتين قصيد الله يحفظه مزروعي. فبيتين أربع أبيات من القصيدة، فالمهم أنا حافظن هالقصيدة هاي، أنا مش من حفظة، أنا إذا أتذكر بيت ولا بيتين يعني والشيء اللي له شيء في مخي يغير. أنا حافظ البيتين بطريقة مش طريقة غلط، يمكن طريقة الإلقاء كانت يمكن غلط أو فيها كلمة زايد أو كلمة قاصر، لكن ما كانت تدخل بميزان القافية القصيدة هذه، وكنت أتحرى القصيدة هاي. هي الحرمة قايلت لها من يوم نحن صغار، الحرمة هاي الله يحفظكم، من كنا في مدينة زايد، الحرمة هاي رايلها يدور أولاد وهي ما عندها أولاد، أو بالأحرى ما الله أرزقها أولاد، يا بتله كم من بنية، والريال بيموت على شيء اسمه جنس ولد. نشت ويبوسته وتعنت وتكسرت وتيبرت وهي حرمة شوية تكبرت في السن، سارت لين بلادهم في الإمارات بعيدة، وسارت وخذت لها هيك الحرمة المزيون الفنانة ويبوسته إياها، ويابت له ما شاء الله بشكة أولاد واحد ورا الثاني وبنيات وأولاد وبنيات، وتمت هاي الحرمة أم البنات حرمة الأولية تحاضي الحرمة في رباها. الحرمة هاي ما كانت تربي في المستشفيات، تربي في البيت يعني ماخذين سلك الأول، كانوا هالكلام من زمان ترى من يمكن 30 أو 32 سنة أمسات يعني ما من زمان وايد. انزين وأنا عايش قربهم ونحن نسكن عدالهم أو قريب منهم أو ما يخصني هذا المراد، الحرمة هذه رايلها يا له الجنة كيف أقولكم يعني ما كان من خدر جديدة، من طبع الإنسان من خدر جديدة تم يميل جداها ودر الحرمة الأولية أم البنات اللي كانت
تحلفه براسه. سبحان الله، وكبرت الحرمة وبنات تكبرن وعرسن، توفت الحرمة. فالدوم تطري علي الحرمة هذه، تطري علي ريل هاجرنها، ولا يوايج عليها ولا يحاسبها ولا يدريبها طول هالفترة. ما بهذا الموضوع، الموضوع البارحة جتني القصيدة، فأول مرة تيني مكتوبة وأنا حافظنهم، اللي هي قلت ادخلت يا دباب طيري إلي خده وحبيه، واستسمحي لي من جنابه الدال دون البيت لايي. هي هذا معناها، وأنا هالنمر كنت حافظنها، يا غير ما كنت أعرف إنها لها تكملة ولها تبايت غير. وأتذكر يوم تقول طيري إلي خده وحبيه، تشر على هي في قسم في طرف البيت، وتشر على القسم اللي الرجل اللي ريلها وحرمت عيالهم ساكنين فيه. تشر قلت دخلت يا دبابة طيري إلي خده وحبيه. ترى ما بتجي القصيدة الحين بعدها عليكم، البحر يتني عاد من بعد انتظار 40 سنة، الناس كلها تعرف في غير أن البحر عارفنا. هذا القصيدة اللي حفظكم من قصيد الشاعر راشد بن حميد بن يلي المزروعي، يقول فيها شلي سلامي يا الذباب وحلي على خده وحبي، وتعذري لي من جنابه حساد من دونه عنايه. اللي مندوب تله الذباب ردت عاد على الشاعر وقالت له حي العذر واللي لفابه ميراه محد سكن فيه. وحتى الذباب كان لها نصيب من الرد، الذباب شو قالت عاد؟ جيته ولا حد درابه وحليت له في ساعد يديه. يعني حلت على ساعد يدين هذا الساعد. شوف سبحان الله، شوف الأوليين كيف قصيدهم بسيط وسلس وجميل. وطرت علي الله يغفر لها ويغفر له ويسامحه ويغفر لكل المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. هي والله طرت علي الحرمة، سبحانك يا رب. يلا سلام عليك بيتنا، صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير يا بيتنا يا الغالي اللي ما حد يسواك. يلا برنامج سعادة خلاف برنكم، وقال لكم بصور لكم اللي سويناه، هذا اللي هو شاي الكمبوست اللي هو شاي السماد. يعني واحد بس واحد عاد، وين خشب؟ خشب جيب حديدة. درامين، كل درام في يونية، كل درام في يونية، ويظهر يظهرون الماء حين عاري تخمر نحن البارحة، ولازم 3-4 ساعات أو 6 ساعات، لكن حينه أتوقع أنا بخلي يومين، اليوم وبكرة. فمن يتخمر يصفون الماء أنا بس خلاص، أشوف كيف كلر ماي، فيازم هذا لون الماء. فيسجوبة الزرع بالأخص الأشجار المتسلقة، وزين حق المحمدي والوارد وحق كل شيء زين، لكن شيء أخير للناتج السريع، للناتج السريع يكون النتيجة فورية إن شاء الله. الله يا الله يا المهتر أنت، هو العفاريت فيك كان فصل حديدة، ما أقول عنك شيء، ما شاء الله ما شاء الله. بعوض بلات بعوض، اسم ولد مالك عوض؟ عوض اسم وايد حلو، واحد عوض واحد السيد ما شاء الله، اسم عربي. ايه بلوشي يقول زيادة كل عربي اسم. سبحان الله، انتو اصلكم ما في منك، انتو بلاد مالكم عربي. ايه عربي من سوريا ما ادري وين. لا من جزيرة العربية، ما في ما سوريا، لو سوريا بتغادي حمر عيونك خضر. شاب بتغادي ابوي مدير شركة. غطحينا بكرة، بكرة سوي ستارت أتي بكرة. هي حتى بكرة يصفونها، يتصفى ينشل الماء اللي من فوق وينسقابه، ينسقابه على قطرة قطرة، كل شيارة تنعطى قويطي مثل هذا. زين كل شيء، كل شيارة شوي من هذا، ها ماي دور ما دار السيارة، دور ما دارها إن شاء الله. من ضروري عاد اللي فوق، ها وهذاك، ها الحباية هايج اللي هناك. هي من الحناية. Good morning madam. Good morning.
شو ريوق مالكم شو؟ يلا بسرعة عاد بسرعة. صباح الخير. صباح النور. How are you? I am fine. ايه ده؟ لحم صباح الله خير. بيت ببصل مش لحم. بيت بصل ما. شباب شو يا؟ حد يودر الشباب وياكل بيض وبصر مقيرك انت يا المخالف. عفوا شباب وباجل اليوم. شكرا ملحنايا. ويلكم سام. ثانك يو. بالنسبه اللي يتخبرون يقولون اي نوع من السماد؟ السماد اي سماد ان كان، اي سماد ان كان نوعيه جيده جيده ويكون معقمه ما في ما بتسوي بكتي. المهم سماد معالج. اي سماد يستعمل في البيوت ولا في النخيل ضروري ان يكون معالج. ما تروم تجيب سماد من العزبه وتحطه تحت النخل ولا تحت الزراعه، ما يستوي. ما مرض الحين الشير بيمرض عقب سنه عقب سنتين عقب ثلاث عقب عشر. ما توعابها سارت فوق 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 الا وردت شيء. حشرات الحشره تعيش يوم بنت يوم، لكن تبتدي مفعولها وما يأثر فيها اي مبيد الا بعد 10 سنين 15 سنه تربى وتعيل وعقب ما توعبها انخله الا انتجست. بتقولون شمنه؟ هذا ابوي شيء علم عند الغيب. اي شيء مش معالج حراري ما ينسمد به. يقولون الاول مستوت الناس يسمدون باول جليل جليل الوادم اللي عندهم نخيل. الاول في كل فريج وفريجين ثلاث واربع من النخل، في فريج كامل بزمه وعراه ما في الا نخلتين له ثلاث. الحين في كل بيت وكل مزرعه الاف النخيل والاف السمدات تم تتي من شرق ومن غرب ويابت الافات والامراض. الاول ارضنا يسمونها فيرجن، ارض بكر ما فيها اي تلوث. الحين ارضنا ابوي فيها من عره وبره، فيها من كل دابه جاي في الدنيا العوده، في الجو وفي البر وفي البحر كل نية عندك. فلذلك ابوي الدنيا كلها ملوثه. فحين حب يعني ملوثه ملوثه يعني جت التلوثات، الدنيا كلها تلوث، مصانع وغبار وبترول وديزل وهذا. لو هذا ما شيء فكل شيء يعمر، حتى اللوادم يعمرون. لو اللوادم كم يعيشون 150 و160 سنه، الحين فقاره من 70 شلك راعه. يلا برايكم. معاد الاورنج اليوم ممثل دور، هاي يقولوا والله ممثل دور، هذا اللي ممثل دور. البرتقالي لاعب لعايب لاعب لعايب. الامور طيبه وكل شيء ابوي من حسن الى احسن وان شاء الله. وين ساير؟ وين؟ ودي دقوه. لا ودي رحيل وتعالي سعدالي بنرمس نسوله خلاف بتودي دقوه. اقول لكم الامور طيبه وكل شيء زين. اليوم بسير حين الجوازات، عندي شغيل جوازات ما بالعوده اللي هني وين شارع مصفح. عندي شغيل صغيروني وخلاف بسير الله يحفظكم. عندي اجتماع من الساعه 11 الله العالم ما نخلص متى اجتماع شغل يعني. حاليا بنجهز حق سيره روما. ليش سيره روما؟ شو العلم شو الخبر وشو هناك هالامور؟ الامور كلها بتسمعوها بتعرفونها. على فكره بعد ابراهيم توفيق بيصير وياي سيرة روما، بخليل بيكون ويا إبراهيم توفيق. واسبوع هذا إن شاء الله بتكون سيرتنا الخميس والجمعة والسبت لدبي الحبيب العزيز الغالي. وبتكون سكنتنا فندق ذا أدرس اللي في في دبي إن شاء الله، اللي في الدام اللي في وين برج خليفة اللي مرة بشاهد النافورة هناك بتكون السكنة في فندق ذا أدرس أسبوع هذا الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله. حيل اللي ما تنام عينه. وبيكون إبراهيم توفيج بعد وياي، قلت له قال بترخص بطالع رخصوني برد عليك. اليوم عاد أول ما نشيت الصبح أول مسج أقرأ مسج إبراهيم، ولأن يقول أبشرك إنه وافق وعطوني إجازة يوم الجمعة. هو بيبادلوا ما أدري شو بيسوون يعني، بيبدلون يوم بيوم ما أدري ما أعرف شو السالفة. المهم انه قال بيني الخميس والجمعه، بيني دبي، روح الى دبي الاسبوع هذا بتكون مميزه وفنانه ثلاث ايام، الخميس والجمعه والسبت. الخميس والجمعه والسبت ثلاث ايام كلها نبوي في فندق ذا ادرس. وبنكسر اليوز وبنرمس وبنسولف وبنطالع العلوم والاخبار، اخبار المنطقه واخبار الفندق وعلومه وكل نواتق والاشياء اللي مستويه في هالمكان وهالفندق الجميل اللي هو معلم من معالم دوله الامارات ان شاء الله.
وايد متأخرين وايد متأخرين وايد متأخرين. أما هذا الله تعال شو أخرك هالكثر؟ شو أخرك؟ شاي كيف حق منو شاي؟ حق منو شاي؟ شو أخرك؟ صراحة صراحة خلي خلي ولي صراحة. صلاح شو اخركم هالكثر؟ تعال 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 شو اخركم؟ ايه دي شو تعال شو اخركم هذا؟ ليش تاخرت؟ شاي شرب امانه امانه امانه. انت له هو منو محلج انك عيال؟ منو محلج لحيك؟ منو محلج لحيك؟ دكان شيخ. سرتوا الحلاق انتو؟ لا لا عز بالليل بالليل. ايه. زين ليلس ليلس. وايد انتو قايل لكم 8:30 تعالوا. الحين بظهر انا عندي شغل. خلص هذا مصطفى بابا. اه يا شيخ والله والله فقر خلوا ما تحت. وفقر. وراه ماما خلص. ما لا لا. بزعلي. أقول لكم هاي رسالة جاي حق صلاح بن أحمد بن عبد الله الخالدي من شقيقتنا الكبرى المهندسة حصة بنت أحمد بن عبد الله الخالدي من أمريكا. يلا هوس. السلام عليكم صلاح حبيبي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير أمور طيبة. أقول لك حبيبي تضعف 20 كيلو وما تعصب وايد علشان تيني شهر 4. أوكي حبيبي مع السلامة. سمعت؟ سمعت. تقول لك حصة تضعف 20 كيلو على حسب اني اوديك انا شهر 4. شو قلت؟ ايه على شو؟ 4 على شو؟ تبع. على خشم. اي على شو مرة ثانية؟ ما على شو قول؟ خشم. ايوه شكرا. لا طيارة اثنين. على حمارة امريكا بسيطة طيارة. طيارة طيارتين؟ يا سيدي خبات يا بابا طيارة. كيف شهر 4 تقول لك؟ هي شيء طيب شهر 4. محسن هذا المفتاح مال سياره صلاح من الحين وساير انت بسوق ما يبدل دريبل. امسك امسك مش محسن خلاص قطع 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 بياكلك. وانت عايز المفتاح ليه؟ ما بينه ما بينه انت ليه صلاح؟ الشرطه يا بابا معايا ليه؟ كذبت لوتي 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 ربنا يسامحك. الشرطة ليه ما بنسين؟ لا ما عندي ليسن. كذاب هذا. ما عندي ليسن. إيه. إيه بيدخون الشرطة. إيه عارف. إيه والله. شوف قرب الله تجي. هذا شو حين؟ هاي الغريبة. وليش تحطين هاي الورقة قبل؟ عشان ما تصير. أيوة. وها تعال شو اليوم هذا اليوم؟ تعالي. شو عادة؟ كرشة. كرشة اليوم كرشة كرشة وشي راس ولا بلي راس؟ ايه. كرشة وراس وكراعين. ايه. يا سلام يا سلام يا سلام اليوم مهرجان. الله العظيم يا أبوكم إني نمونة نمونة غير نمونة قادي. شو ما شاء الله علي والله لا هني ما فنان تيخ يا رب الله تعالى. ما شاء الله علي ما زيني ورقم واحد ومزقرت. هو شو سر الغترة الحمراء؟ الغترة الحمراء البس الله يحفظ من شهر 9 و10 و11 و12 و1 و2 و3 7 شهور تكون سفرتي حمراء 7 شهور و5 شهور تكون سفرتي بيضة. نعم نفس الشيء لكن بيضة. ما البس البيض هالعاديات الويل لا البس الصفر الشماغ اللي شرعت هذا كان ابيض هذا في الصيف وفي الشتاء البس سنهين. عندي جميع الشالات ما البسن ما يركدن على الراس نعيمات زيادة على اللزوم ما يتمن ثابتات على الراس فلذلك ما البسن. من البسن احتاس راسي واحتاست سفرتي واحتاست حالتي كيف البس شال وعليه عقال؟ احنا بعد هذه حالة تدروبة محسن شو يقول؟
شو محسن؟ ولك احنا مالنا احنا ولا تلبس حمرا ولا تلبس بيض؟ اسمع يا شال حد هي او لو احنا مالنا لبست حمرا ولا ولا بيضة نحن شي خصنا يا ربي عدل ملاجيف الحين بيقول صدقه الملاجيف هاي المبغضين صدقه شو يعني؟ تعال تعال يا تعال شو الاخبار؟ تمام الحمد لله زي الفل اكيد زي الفل شو الاخبار؟ زي الفل مبسوط؟ الحمد لله اكيد مبسوط عشان تروح معنا سوحة دبي ولا؟ هروح معاك ان شاء الله ان شاء الله انت عايزني معاك مش عايزني؟ اكيد عايزني فانا عاجبك اعمل ايه؟ باربرا يس انا عايزني مورنينج جود مورنينج نايس تو ميت يو نايس تو ميت يو يو نو اي ام خالد الخالدي اند ام باربرا اوكي you are here in UAE 5 years and you enjoy yourself. Yes, a lot. You are happy here. Yes, a lot. I love this country. And all the people in this country, they love Barbara. Oh. Thank you so much. أنا يا الله يسلمك هذا الشغل اللي يا عسبه. أنا مع باربرا عند اجتماع وخلصنا إن شاء الله باربرا سيدة من إيطاليا. وإيطالية ونحن الشغل جايين عسبه كله يخصه في إيطاليا لكن غير معلن لين يكون نخلص موضوعنا وكل شيء يجهز شكرا باربرا شكرا خوزوا عنا ما شاء والله يا أبوك مستعبين هل يلبسوا نظارات غادي قاوي عليهم النظارة وأنا بسم الله اللهم لك الحمد لا والله لبس نظارة لبس نظارة ما بشوف شيء يرزق بظهر مكان فيها في شمس لوشيات الحين السيارة مظللة ظلة وعندك دونك وفنان ولا في شيء قاصر حاك لا بعيوني حمر ولا بميثنات ولا بما تحرها هميز تحرها هميز أهل كبير بلبس عليه النظارة لا والله خليها ما شاء الله تبارك الرحمن مخابط شوزن رقم واحد كل شيء صاحي ورقم واحد ما بنظارة ولا عندي خبر بلبس نظارة يوم فيهن خله الحين الحمد لله صاحيات ومدامهم صاحيات بظهرهن ببحلج بهن قدام العرب ببحلج عيوني واشوف الناس والناس تشوفني وليه ما شفت وليه شفتهم ما يدانونك كل وبحلج عيونك زين المراد باربرا باربرا هذه الله يحفظكم عندها من مفروض ما اقول ولا اقولكم ما بقول ليه نخلاف هاي وحدة من ضمن جروب كبير بزنس عمل كبير عالمي مش بس في الامارات في الدنيا العود كلها هي وحده موجودين في البلاد من ضمن جروب عندهم اشياء وايده تنفع الدار وحل الدار والعالم كله شيء الناس لها تستعمله من رياضه واكل ومشرب وسكن وحياه يوميه شيء جميل وفنان وشيء ايجابي ينفع البشريه كامله تحدون انا ما اسوي الشيء الا اللي ينفع البشر في سفرات لايطاليا وفي سفرات لخارج الدوله وداخلها يا ربي يا احمر درمستم صبرانه علي لا واللي عيبني انه إيطاليا شيء سفرتين سفرة قريبة والسفرة العقبية متى في شهر 4 في أسبوع الموضة أسبوع الفاشن فاشن ويك يسمونه راح يكون في أعتقد في ميلان بيكون شيء جميل وفنان هو رقم واحد وهالسيارات كلهن بيكون ويا إبراهيم توفيج عاد غير بيقول إيه ما صلح الفاشن إلا على إبراهيم توفيج براي براي على ما قالوا المصريين خذ فكرة ياخذ فكرة يمكن يغدي فاشن خلاف بلا اللي غدوا فاشن خيارة كان هو ولا أنا ولا زيد ولا عبيد اللي غدوا فاشن ويعيبهم الزين وتحسنت أوضاعهم إلا من عقب ما ساروا يومهم وكان زين عمارهم في بيوتهم لا شافوا الزين ولا الزين شافهم فبيازم الآدمي مكنون ومرتبط ما حد شافه ولا يشوف حد ولا حد يشوفه ما في الحاضر مدح سرنا ابو صبغنا الراس وعدلناه وينا بعد بقولكم رقدت الليل واصبح الصبح اسود بعد ما يستوي اللحية بيضة والراس اسود بعد ما يستوي بعد واحد بعد ما يقص على عمره يستوي كذا بالكذب وصدق لا لا مبوني راسي اسود كذب بالليل يقولك روح راسه اسود عنثر الليل هذا يكذب ابوي الصبغ شو بتسوي جزاهم الله خير بخبركم هاللي اخترعوا الصبغ
والله يبوكم هم سووا في العرب ابويه معروف سووا هنا معروف هل بالصبغ هاي نعم لهم سووا معروف المراد ان شاء الله الامور طيبه الاسبوع هذا بتغدي سيره دبي سيره مميزه وفنانه وبنشوف العرب والعرب بتشوفنا بنتحفاهم بيتحفونا والامور طيبه وعشانا بيكون في مكان وغدانا في مكان وريوقنا في مكان كل منسق الحمد لله رب العالمين. طول فترة الإقامة في دبي اللي هو الخميس والجمعة والسبت الإقامة بتكون في فندق ذا أدرس وبيكون منسق لنا غدانا وين وريوقنا وين وعشانا وين وسيرتنا ويتنا وين بنسير وين بني واحد يبي شو اسمه يتجاوز وين بتروح تتجاوز الحين الدنيا كلها مسكرة والواد مظاهر من الدوامات ولا صد في علباية صبر أنا أبوي قوم تروغك أنا أبوي ما بخوز عن دربي بتتجاوز سر يسار وتجاوز بيخف أنا أبوي ويت وين يسير القوم تروغك أدبت أدب والله ولا خس أنا ما بقابض اليسار قابض لي في النصيفة وظاهري من منعطف عجيب أي ها والله حد من العرب مدحوب والله ها يسوي هالنمونة بسيارة تتحرى روحها في الشارع ما حد وياه كاميرات أبوي يصورك لو أنت جالس تلعب أتاري في نص سيارك والله يظهرونك عندهم هذا المرور الصقر عين الصقر الله يبوك في شيء طايح يسمونه عين الصقر يشوفونك يوم تسبح شو من الأذكار تقول حتى الأذكار اللي تطريها وانت تسبح سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر هذا مسجل حتى عندهم أها حد أبوي تزل ريله اليمنى عن اليسرى كل مسجل وكل أبوي حاطينك تحت الميكروسكوب يا الإنسان اللي تستهتر في السواقة وتصور تقبض التليفون شرط حد من العرب الأول لو بعد ما زخوهم وتحلفوه فيهم ولا كان لين اليوم يصورون يتعرض حالة العالم للخطر هي والله يرمون وقعون يتعهد هل إلا إن شاء الله والكم طيب لا بنصور ولا شيء أثناء القيادة واللي بيصور يحط ستاند هي والله أقولكم أموري طيبة وبخير وسهالة ولله الحمد مرة ما أشكو باس وسائرة تغدى وغداي شو كراعين وراس كراعين وراس وكرشة ومصران خادمتنهن بنتنا هدى هني نعم هدى أبوي بنية مغربية على الله يحفظها عندنا من كم من سنة تشل وتحط وتامر وتنهي عبارة واحدة من بناتنا يعني من هالكثر سنة جليسة وأنيسة وطيبة ومستورة وعسبتيها أنا ما أظهرها في التصوير عندنا في البيت عايشة ويانا عبارة واحدة من البنات فبين فترة والثانية تسوي شيء بين فترة والثانية تسوي شيء هذا المغريب وما غريب ولا لا تسوي هلنا ولا صدقاننا ولا من ربعنا حاليتنا يعني جماعتنا وين والمكان اللي نبالهم تخدمه ووديه لهم انزين فأقول لكم اليوم مسوي عند ضايل الكراعين روحنا نخدمهن الكراعين العادية الباكة قالت لا كده خدمة العام على عام كده خدمتن على 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 راس عيل ويا كراعين العيل عيل رضيع حين لا أمس جايتنا الحمت حريفي صغيروني اثنين خرفان حرافي اثنين والله يبوكم الحمد تحراهن زبدة يعني الله يدفع الشر والبلاء ويحافظ ويطول بعمر من ين من عنده الله يحفظها ويحفظها هم بعد الحين جريب بيتهم انزي قالوا يا ويلك انصورت وقلت يا ابن عدنا بل انقمك نقمة ما شيء كبر قلنا ان شاء الله المراد شكرا زي أنا في محمد بن زايد يعني هو يعرفون من أطريق فما هانا علي الكريعينات يوم قصبوهن روحهم قاصبينهم روحهم في المقصب جايبين كراعينهن وراسن وكرشتن ومصرانهن منظفات معدلات فاليوم والطريقة اللي نحن متعودين على طريقتنا اللي هي من بلاد العراق والخليج يعني نفس الطريقة اللي هي الكراعين اللي هي تكون مرقتها بيضة بحلقة هذه طريقتها للمغرب تختلف طريقتها للمغرب تختلف اختلاف كلي ما يخصها بطريقتنا نحن يسوونها غير ويسوونها بالطاجين وتسوي لذيذة
لذيذ لذيذ بليق ياس. وانا وصلت لكم البيت واليوع اللي في الدنيا كله فيه، يعني اليوع اللي في الدنيا وانا كبدي كنا شيء حرحرها تحرحير من اليوع. هاي الكريعانات اللي قلت لكم عنها، هاي كراع الخريه الحريفي، وهذا الراس يقطعون بعد كسر من قير، نفس طريقتنا نحن، لكن نحن اكثر شيء اللي متعرف عليه في الخليج ان الكراعين يسوونهم باكر، الكراعين تسوي باكر، هاي بالطريقه المغربيه اللي هي الكرشه والمصران وكل شيء، كل بلد على حسب سلوها وطريقتها وترتيبها. وهذا لسان يعني فتازم، هاي الاكله شبه دسمه، ما بدسمه شوي بعد، لا والله لا دسمه وايد، فهاي مال تمصميص، مال انسان متبرض، مال انسان متبرض، ويكون هاي وجبه، هذا يكون يسمونها اكله الغناء، اكله الغناء اللي ما عقبها اكله في الدنيا العوده، فيكون مكوناتها لما تشوفون الكرشة والزيتون يعني هالنمونة بس. فالحين ابتدت عاد المعركه مع الجماعه هذيل، حال ما تشوفون هالجماعه الشباب مقلقين عظيمات، الكرشة تحراها يا ابوك ما حيب ريحتها من جنها. ما يبالها كلام ولا سر ولا تعب. هذا اللسان اخر عينات يا هلا مسلم. اما اللسان فينشل عنه اللي قلتها اللي فوق، هذا البني، هذا الحرش اللي مكان اكله، هذا ينشل عنه اللسان، فتظهر للحمه روحها، لحمه اللسان هذا اللي تعيدونها، هذه ينشل اللي فوق عرفتوها، هذه من اول جت ومن اول الطعام والسبوس، وهذا هذا ينعد. ايوه فشو يتخلى لحفظكم للحمه هذه. أيوة هم كانت تطريب أخر لسان، فهذا ما ينعق منه شيء، ما ينعق منه شيء أبدا. ما طاعي يطوي، ما طاعي يلف، أخر حال أنك تشل لسان وتحط أبوي على أربع حبات عيش روحه، هذا ما ينحط وياه شيء روحه، تلف يازم نسبة لسان 99%، والعيش هباب اللي ما لحفة بس. ونحصل شوية عادة من مصارينها، شوفون عاجب معدلات مزيناتها مطاميطها، روحها تشوفون هم صيرينات معدلات مزينات زين، كريش شوي وانا شوي من هذا الصوص ماله ينحط النمون نجرب، لا ينفت زيتون مال الطاجن هذا روحه، ما ينحط عيش وايد لا، 90% كل المكونات هذه تشوفونه كله كرشة ومصران، ويعني شيء فنان وغاوي، لكن مرة عليه في الأسبوع ولا في الشهر ما بكل يوم. شو نعم؟ السلام عليكم. بابا غادي. مساء الخير. تمام. وين؟ الحبيب بدي أروح وشو أقوله حبيب؟ ها؟ أروح بدي أروح. ما رحتوا بيتكم بدني اليوم؟ لا. ليش؟ إيه سيدي دي. ليش نسيت؟ نسيت بالكيس أول. ها؟ والكيس أول. جايب كيس؟ لا ماشي. ها؟ سيدي دي. ما أعرف شو تقول. عسات يجيني البيت إذا. انت تبغي تهني قبل لو تبغي تروح بيت بدريه اول؟ لا اول. اول بيت بدريه؟ ايه. عقب هني. ليش جيت يا انت؟ لا. الكيب اول يا اول. الحين خليه قول لي الحين. طق لي التليفون. الحين نراوي كيف صنع الله. اسمع عاد اسمع. انا يا سكل صلاح. السلام عليكم. عليكم تعال اس. شو مشكلك اليوم انت مع الارباب مالك؟ أرباب ما أنا قلت قبل ما نصلي على العصر بتروح هناك. أيوه. ماما قول تعال ما المغرب شيل أغراض من كل بيت ودي. كل بيت يا أخي. أرباب ما أنا لازم بيت فيكس تايم. فيكس تايم. أيوه ما دقيقة ورا. أيوة. سيدة. صح؟ خيخ سيدة. انزل خلي اسمع اخر مرة يقول لك ارباب سر يمين سر يسار، يوم يقول لك ارباب اول شيء البنياس وعقب محمد بن زايد، سر اول بادي بنياس عمد محمد بن زايد اول بضباشي حمام باتر، تسمع الكلام من يدو يديد ولا شو صراحة سفر وين بلاد باكستان.
ما أحب أقوله هذا. باكستان. قول باكستان. شلتان. لا لا. باكستان. شلتان. صلاح الدريال. هذا هذا. شو شو. شلتان. لا الأول حماش إسلام. هذا هكذا. تبي خال هذا. زين صلاح. قول باكستان. شلتان. أخ عليك صلاح. شلتان. لا ما بمسلسل سلطان قول باكستان. سلطان. لا سلطان. آخر مرة قول باكستان. حامية يا لا لا ودي ودي. لا تيجي خذه. قول باكستان. سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. الله يحفظكم. حاليا موسم غل الورق الحمضيات بأنواعها، من هنبة ومن لومي. الهنبة واللومي حاليا من يصير ويغل الورق الجديد تيه حشرة اسمها صانعة الأنفاق. صانعة الأنفاق، شوفوا ايش تسوي صانعة الأنفاق، ولا تطيح إلا بالغل الجديد، الورق الجديد. ليش؟ لأن يظهر ريحة، والحشرة هذه تصير جدا الأشجار اللي ورقها يسوي ريحة، مثل الهنبة أول ما يظهر، النعناع، الرويد، الحمضيات، أي شيء شيارة تغل ورق في رائحة قوية تيه وتهاجمه. تهاجم شو؟ تهاجم الجميم اللي توه مبرعم، هاي اللي تشوفونه هذا وين تي قرب الله تا، وتخليه متقمقم، لا يصير فوق ولا تحت، وتفني تفني محاصيل وأشجار كاملة عن بكرة أبيها، وما تي إلا للحمضيات. فتحل الورقة هذه، شفتوا ها هذا وين تسكن، شو وين تسكن، يسمونها صانعة الأنفاق. هذه هني شوفوها وين الدور ورا الورقة، شوفوا هذه شوفوا صغيرون هذه ها شوفوا هاي هي صانعة الأنفاق قرب الله تا، وتربى وتعيش ولين تطلع يرقة وتطير وتحل مكان ثاني وتبيض وتظهر هالنمون ويحل على الورق دور ما داره، ولين يصير وتفني الجميم كلها ويخطف موسم غل الورق وهي على هالحالة هبل ظهرا آلاف آلاف مؤلفة. شو علاجهن؟ علاجهن يا الله يحفظكم اللي هو المبيد. مبيد مبيد حشري، مبيد حشري. فالمبيد الحشري له أكيد سلبياته أكيد. علاجه المبيد الحشري اللي هو ما تعرف عليه الكيماوي، جميع شركاته جميع أنواعه جميع أماكن صناعته، لكن الأحسن والأضمن ها إن شاء الله حبيبي إن شاء الله الأضمن والأحسن العلاج اللي هو الطبيعي، اللي هو مثل الطب الشعبي، مثل الشيء الغير ضار للبيئة والغير ضار للإنسان. أنا بخبركم شو علاجه. فالمكافحة تكون بيولوجية، اللي هي بيولوجية أو عضوية، تعتبر عضوية، وأنا بخبركم طريقتها. والثاني الكيماوية. فالأسلم والأحسن وصديقة البيئة وصديقة الإنسان هي المكافحة العضوية. كيف هي المكافحة العضوية؟ المكافحة العضوية الله يحفظكم، للي عنده مزرعة وبيت وايد فيه الحمضيات، درام من هالكبار بـ200 لتر، درام من الكبار هاب بـ200 لتر، يحط أول شيء يقبض الله يحفظكم كيلو ثوم وكيلو زنجبيل ونص، وهذه ينشرخن بمكينة، ينشرخن بمكينة ويما لين غادي شرات الروبة، وينصب داخل الدرام هذا كيلو زنجبيل وكيلو ثوم، ينشرخ. المهم ضروري غادي غير حث، ينشرخ زين ما زين، شرات الرمادي غادي بالمكينة، شرات الروبة يحطون الماء بقدر الأمكان. المهم بالطريقة، فمثل ما قلت لكم ينشرخ الكيلو زنجبيل وكيلو ثوم، وعقب ينحط ربع كيلو فلفل أحمر، فلفل أحمر صريح ربع كيلو، ومطارة بأربعة لتر خل أبيض، ينحط بي كله في الدرام هذا بـ200 لتر، درام بـ200 لتر، والإنسان عين ميزانه نسبه تناسب، ينحاث زين ما زين، وينرش المغرب، ينرش شذان المغرب على الزراعة كلها، وكل أسبوع مرة أو كل 10 أيام مرة أو كل أسبوعين مرة. هذه هي علاج وهي وقاية، هذا ينفع ما يضر. المكونات خل 4 كيلو خل أبيض، هاللي يبيعون في السوق، سركة
كيلو ثوم وكيلو زنجبيل ينطحن زين ما زين وينحط في الدرام وينحط وياه كيلو أو نص كيلو أو كيلو إلا ربع فلفل أحمر بودر فلفل أحمر مدراسي إن شاء الله لك وللزمن. هذا أدواه وعلى الله شفاه مجرب والناس كلهم يقربتنه. وهذه معلومة يا ابن من عند المهندس البركة حمد البيرق جزاه الله خير من حلم القيوين شاب طموح هاوي وعاشق لا ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله عشان البنات عاشوا الشباب عاشوا الشباب كلنا خدام شال برمة الريال منا والحرمة. هذا الذهب سمعتوه بالأول يطرون ذهب هذا هو الذهب هذا هو الذهب بارك الله فيكم هذا هو الذهب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عاشوا شباب عاشوا شباب. ها الدهنة باردة ثلج فلذلك نستعمل البلاستيك في الصب الدهنة باردة البلاستيك لا يستعمل وقت الدهنة حارة لازم الدهنة تكون باردة ضار البلاستيك يوم الدهنة حارة إنما تكون باردة أخير شيء وأنظف شيء لها الستانلس ستيل والبلاستيك هو أنظف شيء وأخير شيء وعلى ما تشوفون حد يصب وحد ينظف وحد يعقم وحد يلف حد يحط استكرات على ما تشوفون شيء دباب وشيء غراس وشيء حد يصب وحد خبز وحد يلوي حد يخبز وحد يلوي كلنا خدام شال برمة الريال منا والحرمة على ما تشوفون تبارك الرحمن خير الخالقين قرنتي بدال السنة والسنتين ثلاث واربع ما تعول لا دبتنا إيها حوف ولا شرق ولا غرب ولا تعول ولا تخترب أبدا الدهن ولا تعول كان في دبة ولا في غرشة أبدا بدال السنة والسنتين ثلاث واربع قرنتي مدامها ما ياها خرس ولا ياها ماء ولا يترطوبة ما تعول قرنتي ضمان بدال السنة والسنتين ثلاث أربع ثلاث واربع ولا يعول طويل المدى ولا عنده من في الشيطان طريق ياركم الله عاشوا شباب عاشوا عاشوا قواكم الله مرحنايا yes sir thank you you're welcome sir thank you قبلوا thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير ساير الله يحفظكم النادي وقبل ما تعيب هذا الله يسلمكم اللي البارحة ميوب لنا الدخون الدخون البارحة أنا يربت اثنين وقلت لكم زينات الدخون كل واحد في ميزه أخير عن الثاني هذا اللي هو دخون فتون الإمارات الدخون ما واحد فيه يشابه ربيعه كل واحد له رائحة مميزة وعطرية وفواحة وكل واحد أخير عن الثاني ومميز 90% منهن يصلحن للبنات للبنات الصغار اللي هن الجامعيات والموظفات لأن عطرهن خفيف ما بالعطر القوي اللي هو يحرق العين لا هذا عطرهن خفيف وفنان ومميز وريحته خنين ولا شيء أخن عنها الله يطرح البركة في من خدمته البارحة حسيت لزيادة المعلومات أن البارحة حسيت عمري ما أعطيته شرحه الوافي الدخون ريحته باردة وما فيهن واحد يشابه الثاني في الريحة كلهن ريحته مميزة وكلهن ريحته فنانة وريحته خفيفة وغاوي من الدخون اللي أنا أقولكم غاوي ما من هذا الشعواط كان وايرات لا دخون فنان ومتعوب عليه كم سعره أنا ما أدري لكن لوحة غالي سعر مكانه فما أتوقع أنه وايد غالي هالبنية الله راضي عنها ورأيه وسمحه جزاها الله خير والله يطرح لها البركة ويوفجها ويرزجها إن شاء الله ويعطيكم على قد نيتكم زين أكيد في الجيم ورايح الحداية كلهن أكيد في الجيم زين وايد مقصر أنا هالكم من يوم في حق الجيم سيارتي لندن وما تمرنت ولا يوم ومنيت من لندن يومين ماي لكن الحمد لله بديت البارحة قصدي أول البارحة فيت البارحة مايت اليومية إن شاء الله بكرة واللي عقبه بي إن شاء الله الأمور طيبة ابتديت شوية شوي لياقة ماشي لكن تكرار ماشي الأوزان الحين الأوزاني كله تكرار
لين شوي يستعيد لياقتي بعدين بقول رق الحديد وهو حامي. يس يا رجال سر بيتكم نص الليل ولا رايقين اكل الاهل. بعد ما تبع شيء ابوك ما تزداد ما شاء الله عليك. الله يحفظك. صوب مسافي وصوب دبا وينا صوب فرفكان وينسنا عند ربيعنا علي وتقهوينا عندهم وجزاهم الله الخير ما قصروا وعاد الحين مروحين ان شاء الله للبلاد. فما لومك اذا انك نسيت الغالي ابوك في لندن بروحك مربوش كم بتشوف كم رساله